هو مين اللي دخلك موضوع اغاني التترات محمد الحلو؟ واحد زمان ملحن اسمه عبد العظيم عويضه سمعني كده في مسابقه وقال يعني صوته اكبر من سنه وابتدينا نعرف بعض يعني كنت انا لسه مش معروف خالص على فكره وغنيت اعمل لي مسلسل كده اسمه يا زمن كان الاستاذ عزت العليلي وليلى حماده ومش عارف ايه وبعديها عملت اديب مع عمار الشريعي اللي هو عمله الاستاذ نور الشريف وتوالت يعني توالت بس ما فيش زي ليالي الحلميه صحيح ليالي الحلميه كانوا عايزين حد تاني يغنيها علي مين بقى اللي كان عايز علي حجر يغنيها عم سيد حجاب كان بيحب صوت علي حجر جدا واشتغلوا مع بعض كتير هو كان عاوز علي وميشيل المصري استاذ ميشيل عاوزني هو عايز ايه يعني قال له يا سيد يعني مسلسل ليك ومسلسل ليا معلش قال له ما علي حبيبي يعني بس انا عاوز خامه صوت محمد الحلو هنا في الحاره المصريه يعني في الليالي الحلميه في البتاع ده وانا رحت غنيته على فكره ما اعرفش القصه دي كلها ده عم سيد اللي قال لي عم سيد حجاب قال لي انا كنت عايز علي قلت له طب ما انا وعلي واحد يعني انت طبعا متخيل انه مسلسل عادي زي اي مسلسل بالظبط مش متخيل انه هيبقى الملحمه الكبيره لا. دي ملحمه لا. اسامه انور عكاشه التي لا تتكرر لا. ست اجزاء بتهيالي ليالي الحلميه كانوا يعني انت كانك غنيته ست مرات بالظبط يعني بس هو التترافيك ما هو احلى حاجه انه ما تغيرش لانه هو ما يتغيرش ميشيل المصري وسيد حجاب حاجه واسامه انور عكاشه اسماعيل عبد الحافظ ايه الناس الجامده دي قوي طيب احنا